الله يبارك فيك يا كابتن. هو فوز مستحق، ولكن الأداء هبط الشوط الثاني. هو مش بالنسبة للأداء هبط، هو أنت إزاي تناولت المكسب المباراة عموما يعني كلاعبين مش كجهاز فني. قلت لك أنا عندما تلعب مباراة وتحس إنك أنت في المباراة دي تقدر تكسب في أي وقت فهي دي النتيجة. ده اللي وصل للعيبه بعد الجول الاولاني بتاع ايمان، بعد الجول الاولاني وقبل المباراه، والشكل بتاع اسوان في المباراه من المباراه اللي فاتت واللعب، فقال لك دي فرقه بتلعب 5 4 1 وبيقفلوا الدنيا، احنا لو اخترقنا وجبنا هدف، اسامه قال لك ممكن نجيب اثنين والثالث والرابع انما ما فيش عندك انت اللاعب السوبر اللي في الملعب اللي كل مباراه انت هتراهن عليه. في كل مباراة في اختلاف في الأداء، في كل مباراة في اختلاف في التحركات والمفاهيم ودخول لعيبة جديدة عليك في التشكيلة وخروج لعيبة، وحتى في التغييرات الراجل بيستكشف كل اللعيبة. أنا بحمل الحكاية كلها على اللاعبين، اللاعبين هم اللي في إيديهم زمام الأمور في الملعب. أنا قاعد ما بلعبش وجات لي الفرصة ولعبت من أول الشوط، عندي لعبي، وأنا لما ألعب بلعبه 45 دقيقة، هي ده السكر، ولو ال 45 دقيقة الثانية لا ده الملح، لا لا احنا كوحدة واحدة، وطول ما احنا عارفين غرفة الملابس اللي انت بتتكلم عليها اللي كلها حب وعطاء هي اللي بتوصلنا وبتوصل المركب للأمان. الأمان زي الثلاث مباريات الأولين من المائة خرجات اللي انت خلصتهم، إسماعيلي والاثنين تونس، أي هم ده الأداء، الأداء اللي فيه ارتياحية انك بتستلم كرة وعندك ثقة، امتى تقدر تعدي من واحد، امتى تقدر تعمل باص، تعمل زيادة العددية، التحركات، ده كل ده ميكانيزم لعيبه كوره. مش هنبتدي الحكايه من الاخر دلوقتي. الشكل اللي احنا بنشوفه ده شكل الملعب اتفتح، انا وبلال قلنا لك لازم يكون اللعيبه كلها ضاغطه مع بعض عشان الكوره تبقى سهله عليهم، لما الكوره تيجي اقدر الاقي واحد فديله الكوره، نعمل 1 2 نطلع باسلوب الزحف اللي بنطلع بيه بكل مره مع التحركات الواعيه، مع كل واحد يدي الكوره بتاعته. انت فقدت النهارده حساسيه الهدف الثاني، ما عندكش بختك يا ابو بخيت في الكور، يمكن الكوره بتاعت حسين الشحات اللي جات لنا في اول شوط هي دي ابلغ واحده وصلتنا بشكل طبيعي، كان ممكن تعملها مره واثنين وثلاثه، وان كنت عملتها فبتعملها بعدم التزام من اللعيبه في الوقوف اوف سايد، يعني على طول متسللين مش فارق معاهم ان هم يشتغلوا على نفسهم ازاي يسرقوا الجيم وازاي يسرقوا التعزيز ويسرقوا الخط الدفاع اللي هو بيقف على الخط واحد، ده سهل جدا اي كره ان بتوين كده، واحد جاي بس من ورا كده جول، اي حد جاي او هيعملها بالعرض لحد جاي يروح جايبها جول بنفس الشكل وبنفس. صعبت على نفسك المهمه في الشوط الثاني، مع ان احنا قلنا في غرفه الملابس لازم الحكايه يكون فيها تعزيز وحوار ازاي احنا بنخلص الجيم في اول الشوط الثاني زي الشوط الاولاني. نرجو ان الحاجات دي برضو تبقى فايده بالنسبه لنا في جميع المباريات اللي جايه، مش كل الفرق هتبقى زي بعض، وبكرر لك الدوري مش سهل. ايوه ايمن، الدوري مش سهل مع اسوان، مع الداخليه الماتش الجاي، مع حرس الحدود، مع اي حد، الدوري مش سهل. كل فرقه بتلعب قدام الاهلي بتطلع كل طاقتها، امال هيلعبوا امتى؟ مظبوط صح، هيلعبوا اللي هو ده يوم العيد اللي احنا بنتكلم عليه، فلازم اللعيبه بتاعتك تبقى أرسى من كده. كل لعيب فيهم ما شاء الله عنده، وكلهم منتخبات. انت نص فرقتك منتخبات، يعني مش سهل قوي الحكايه ان انا ابقى بشوف لعيبه بتستلم مني واداء واللعب مفتوح طب فين الشكل العمود الفقري اللي احنا قلنا عليه والارتكاز اللي بيبقى من اثنين نص الملعب؟ احنا ما نعرفش، عايزين نطمن على ديانج برضه ونشوف الدنيا. عايز اطمن على مساله انه اخفق في باصتين من بدايه الشوط الثاني، ده غريب شويه. مش يعني هو مش اخفق في كورتين ولا حاجه، اكيد حاسب تعب في حاجه او لان ده مش من عاده حتى المدرب ده ان هو هنطمن على بعض اللعيبه كمان اللي دخلت. اتفرجنا النهارده على بريستاو اللي احنا قلنا هيديله، بس ده المتاخر عمل برضه شكل وجود، في تحرك وجود، في تحرك وجود في ال 10 دقائق اللي لعبهم الحقيقه. محمد شريف برضو ينزل، مفروض تبقى عندك بقى شايف من بره وحاسس بالجيم نفسه زي تتحرك في المنطقه دي وتسهل لعلي معلول. علي معلول كل كره بيبقى تدور عايز يعمل 1 2 عايز يعمل كره، عملها كذا مره
برضو علي بيلعبها، كنت انت بتحضر نفسك، انت نادي هنا عشان تجيب جول، تفكير ازاي اجيب الجول. كريم فؤاد زي الماتش فاتح بيعمل مجهود كبير جدا. الشحات على فترات في المباراة بقاله كتير ما بيلعبش مباراة رسمية او يمكن اللي جاي احسن باذن الله. لعيبة بتلعب بتعور نفسها برضو، دي لازم ناخد بالنا منها، الالتحامات فوق شفنا فتحي وشفنا محمد عبد المنعم ففي حاجات لو كرة على الارض سهلة واحنا بنبني عليها الشكل هيبقى بالنسبة لنا اسهل. مفيش كوتش ما بيتمناش الا الفوز لفريقه، فهو ما زلنا برضو ده نعتبر رابع ماتش بالنسبة للراجل، بيكتسب فيه التعارف باللعيبة كلها، وان شاء الله يعني في فنيات هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله.